بما يعني احنا كلنا بنستفيد من الاستقلاليه بتاعتنا. واضح؟ ده بالنسبه ليه الاستقلاليه؟ واضحه الاستقلاليه؟ المبدا الخامس او المعيار الخامس الخدمه التطوعيه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ بيؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. يعني انا كنت بتكلم عن شيء اسمه أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم. أحد زملائنا في باكستان عنده جمعية الشعار بتاعها العشق والعلم والعمل. العشق والعلم والعمل. عارفين عشق يعني إيه؟ لامور. لامور لامور. من أمور. صح؟ العشق والعلم والعمل. العشق معناه إيه؟ عشان التطوع ان انا بحب اللي انا عايز اعمله. انا بحب اخدم الناس، انا بحب ازرع، انا بحب اعلم، انا بحب ارسم. لو انا بحب ارسم هبدع. لو انا بحب ازرع حتى اعمل الارض بتاعتي تكون جنه من جنان الله سبحانه وتعالى. لو انا بحب ان انا اصلح ميكانيكي هرحم بعد كده ان انا اصنع عربيه او اصنع اي شيء تاني. أول شيء في العمل عندنا هو العشق اللي هو حب العمل. حب التطوع لخدمة الناس. حب التطوع لخدمة الناس. الثانية العلم، العلم، مفيش عمل من غير علم. مفيش عمل من غير علم. مفيش عمل من غير علم. بمعنى إيه؟ بمعنى إن العلم اللي عندنا ده لابد نتعلمه، أنا أتعلمه من الكتب، وأتعلمه من زملائي، وأتعلمه من مرؤوسين، وتعلموا ايضا من ناس اخرين قد يكونوا من شركاء، قد يكونوا من منافسين، قد يكونوا من الاعداء، ان تقدموا. طلب العلم فريضه على كل فرد مننا. ناخده من اي مكان، من اي مصدر. واضح معايا؟ يعني الاول نحب التطور، ثاني حاجه نبتدي نتعلم. في كتب، في دراسات، في ندوات، في محاضرات، في خبرات موجوده. وبعد ما نحب ونتعلم نعمل عشان يكون عملنا بناء على شيء احنا بنحبه وعلى شيء احنا فاهمين معاييره شكلها ايه وامكانياته شكلها ايه. واضح؟ يبقى ده المبدا الايه؟ الخامس اللي هو الخدمه التطوعيه. المبدا السادس الوحده. الوحده اللي هو بيسموها انتوا يونيتي ولا بيسموها بالفرنساوي؟ يونيتي. يونيتي. الوحده المهم موجود تنسيق بين المنظمات، تنسيق يعني كوردينيشن الخليه العامله في مكان واحد ونحو هدف واحد. خاصه في اثناء الكوارث الكبيره. الابتعاد عن الزواجيه وتدخل اختصاصات وتدخل اعمال التي تؤدي الى هذه القدرات، هذا ما فهم التعاون الشرعي. يعني الوحدة دي ثلاث أهداف. أول حاجة كوردينيشن. 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 ليه كوردينيشن؟ لأن من غير كوردينيشن إن الوحدة اللي هو التنسيق ده ممكن كلنا نشتغل في مكان واحد. والأماكن الأخرى ما عادش تشتغل فيها. ممكن تلاقي نعمل مشروع واحد. المياه مثلا في مشاريع اخرى من المياه ممكن نعمل مشاريع في كمان الايتام ممكن اليتيم نفسه يكفل خمس او ست مرات لان احنا مش عاملين كوردينيشن الا بعد كم تنسيق ممكن الغطاء السلمي الغذائي اللي احنا بنوزعها على الناس ها تعطى العائله 10 سلال وعائله اخرى ما تاخدش ولا سلمه يبقى فيها ايه؟ فيها اهدار فيها اهدار فلابد لابد لابد من التنسيق. والتنسيق لا يعني ان احنا نتنازل عن شخصيتنا. نتنازل عن مؤسستنا. والله احنا هنقعد مع بعض كخمس او ست جمعيات. الخمس او ست جمعيات دول بيعملوا ايه؟ نشوف مثلا ايه المحافظه اللي في الجنوب او في الشمال بيقول لك كده اسم محافظه؟ محافظه يعني ولايه؟ ولايه ها؟ اسم الولايه. منذ الجنوب
لاحظت احنا عندي خلاص مثلا عندي خمس جمعيات هم قاعدين وعندي شغل في الولايه دي كلها. واحد يقول والله انا عندي مكتب هناك ومكتب قوي وبيشتغل في المياه وبيشتغل في الصحه وبيشتغل في التعليم، هل انت لازم تفتح مكتب ثاني؟ ممكن انا اسمع معاك وان اردت ان افتح مكتب هناك انا افتح معاك التنسيق، وليس معنى هذا انك لما تفتح مكتب التنسيق ان انت ما تشتغلش، لا هو يشتغل في مكتبه وانت تشتغل. ممكن تدخل ولاية في قرى او في مدن، والله انت هتشتغل في المدينه دي خلاص انا هشتغل في المدينه دي ونصح منها مبادرة. انت متميز في التعليم انا متميز في الصحه، ده التنسيق. عشان لابد ده حرام 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 ان انا ما ننسقش. لان دي الحرمانيه مش كبايه فقط الزنا والخمر والميسر والقتل وتاني خمسه ولا سته كبائر. خمسه والشرك بالله. لكن اهدار مال الناس ده كبير. وانا بعد من النفس تعرف ما بهدره ليه؟ لان الله انا بحسده عشان كده مش عايز اشتغل معاه. المال بتاعه مش مال، المال اللي هو بينفقه على المشاريع ده مال فقير ومال الأرمنة ومال المسكين، والمال اللي عندي مش مالي فانا هحسده على ايه؟ هو ربنا اكرمه وابدع في الشغل بتاعه وانا بقى احقد عليه واحسب عليه وامال ايه؟ اجي اسرق الفكره بتاعته واعملها هنا وتفشل. يبقى المال اللي فشل تمن لو خلصته يعني بغير حق انا احسب عليه اول راس مره. التنسيق 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 يمنع اهدار المال. دي نمره واحد. ومن الاثنين الازدواجيه، التنسيق والازدواجيه في العمل. نمره ثلاثه ان احنا لابد نبدا في بناء الشراكه. التنسيق هو اول خطوه يا شباب في بناء الشراكه. التنسيق هو أول خطوة في بناء الشراكة. يعني إيه كيف إزاي الشراكة؟ الشراكة مش معناها اندماج. الشراكة ليس معناها اندماج. الشراكة معناها اتفاق. يعني أنت مثلا عندك مال صح؟ وأنا عندي خبرة. وأخونا فلاح ولا مزارع عنده الخبرة على الأرض، عنده الأرض بتاعته. فبنقعد احنا الثلاثة كشركاء، صاحب المال وصاحب الخبرة وصاحب الأرض، نتفق كيف نعمل سويا؟ كيف الشراكة معناها كيف نعمل سويا بأقل التكاليف وننجز أكثر لأننا مشتركين مع بعض. يعني لو عندي مال وما عنديش الخبرة ممكن أدي الفلاح الأمور تضيع الأموال، ولو انا عندي خبره وما عنديش مال يعني هيتعطل العمل، ان هي عايزه هياخد وقت طويل جدا. فربنا لما نقعد مع بعض يبقى احنا ثلاثه متفقين على معايير محدده وكلنا متساوون. ما يبقاش صاحب المال اللي هو متغول. يعني ايه متغول؟ يعني متسلط. بالفرنساوي يعني ايه؟ ها؟ اوتوريتير. فاهم عربي كويس قوي. ها؟ انت هتعلمنا عربي بعد كده. يعني صاحب المال تقول له صاحب جزاكم الله خير. مالك يساوي فكري. مالك يساوي فكري والارض بتاعتك تساوي الفكر بتاعي، فاحنا ثلاثه متساويين. احنا ثلاثه متساويين، لما نقعد يبقى كل واحد فينا ليه صوت، وانا محتفظ بشخصيتي وانت محتفظ بشخصيتك وهو محتفظ بشخصيته. لما نعمل شراكه بين المؤسسات الدوليه هكتبها لكم بس تعملوها ازاي؟ معاك قلم زياده. هحسب لكم الورق ده كله وابعته لكم بعد كده بالصوت. في الشراكه اكتبوا كده من فوق لتحت بالحروف الانجليزيه اف، يعني اف فوق وبعدين تحتها ا وبعدين تحتها ت فات، يعني اف اي تي، والكلمه اللي تحتها نفس
نفس الكلام. طب شوف انا عاملها كده بص. بات كيس. شايفينها يا شباب؟ واضح؟ معايا؟ حطها في التلفزيون. ده العلاقة ما بين المؤسسات الدولية والمؤسسات ايه؟ الوطنية. يعني مثلا قطر الخيرية مؤسسة دولية، صح؟ وأنا مؤسسة محلية. الفات معناها ايه؟ الاف اكتبوها بقى كده بصوا. الاف معناها فاندنج، فاندنج اف يو ان كده. يبقى هو عنده المال صح؟ كمؤسسه دوليه. والايه ادفوكات، ادفوكسي. والتار تريننج. دي المؤسسه الدوليه. يبقى لما تيجي المؤسسه الدوليه غنيه وعندها خبره ها وعندها قدره، فنخليها هي تشوف العلوم احنا عايزين تدربونا ها تساعدونا تدافعوا عننا في المجتمع الدولي. لو كانت مؤسسه جايه من فرنسا ولا بلجيكا ولا هولندا ولا امريكا عندهم الادفوكسي قوي. انا بقى كمؤسسه وطنيه كيس اللي هو نوليدج، نوليدج بالانجليزي مش كده؟ أنا كمؤسسة محلية عندي عندي إيه؟ عندي المعلومة. عندي المعلومة نوليدج، بيسموها إيه نوليدج؟ ريسونس. بيسموها إيه؟ معرفة خلاص. بعدين عندي انوفيشن اللي هو الإبداع. الآي. يبقى الكي للنولج للمعرفه والار للانوفيشن. انا مبدع ليه؟ لان انا عايش في المشكله كل يوم 24 ساعه. فعايش في المشكله في الصباح بيحصل ايه؟ المداخل بتاعت البلد، المياه، كده كل حاجه، فانا عارف كل ابعاد المشكله. فانا عندي عندي المعلومه وعندي الابداع ان اللي يفكر في المشكله كل يوم يستطيع ان يجد حل بسرعه. وبعدين الاس الاولانيه سستينابل بيسموها ايه؟ سستينابل مستدام. مستدام ديرابل. بعد اخيرا طبعا سوليوشن للحل. شوفوا يا شباب ده الانترناشونال الفات ده دور المؤسسة الدولية تعمل ثلاثة دول اللي هو المال والتدريب والدفاع. المؤسسة المحلية عندها المعلومة وعندها الإبداع وعندها الحل المستدام. الاثنين لو حطيناهم على الميزان يساووا بعض. احنا عندنا كده ميزان سكيل، هنا الفات وهنا الكيس. الاثنين يتساووا مع بعض، ما تجيش مؤسسه دوليه تقول لك لا انا اللي معايا فلوس. يقول لهم اه وانا اللي عندي المعلومه وانا اللي عندي الابداع وانا اللي عندي الحل. يبقى فلوسك تساوي المعلومه اللي عندك، لان من غيري انا كمؤسسه محليه قطر خيرا مش هعرف اشتغل. اللي بدا اسمها مش هعرف اشتغل، صح؟ العون البشري مش هعرف اشتغل. سيف ذا تشيلدرن، يو اس اي، كلهم مش عارف اشتغل. بس لما اقعد مع الشركاء اقعد وعندي شخصيه. ما بقيش اجري الهت وراء المال، اتنازل عن لو انا اصبحت الهت وراء المال هتنازل عن شخصيتي، عن حياديتي، عن عدم التحيز، عن اللي هو الوحده. عن كل حاجه مش هتتنفس. ان انا فقط ببص عليك انت كمال فقط. فلو المؤسسه الاجنبيه دي جايه وعندها نيه غير جيده للوطن هفقد كل مصداقيتي من قبل الحصول على العمل. فما اقعد انا كمؤسسه وطنيه معاهم
اعرض على اساس ان نحن متساوون. نحن متساوون. الفات والكسر. احنا قلنا الوحده نمره 6 والاخيره اللي هي العالميه. العالميه كانت جزء يخص بين لجنه الدوله السريه الاحمر ان هي اصبحت مش لجنه سويسريه، اصبحت لجنه عالميه. يبقى ارجع اقول الست معايير الانسانيه اللي لازم نعملها في كل عملنا الانساني، اللي هي الانسانيه، عدم التحيز، الحياديه، الاستقلال، الخدمه التطوعيه، الوحده والعالميه. ودي كل المؤسسات العالميه، ها؟ كل المؤسسات المحليه تلتزم بالمعايير الانسانيه للجنه الدوليه للسريه الاحمر. ده بالنسبه لايه؟ للمدخل بتاع كلامنا اليوم. في اي سؤال بالنسبه للسبع معايير او ست معايير؟ قبل ما نخش على منطقه ثانيه. هل في شيء مش واضح بالنسبه لكم؟ الحياديه. اتفضلي، ما في سؤال. ما فهمت معنى الحياديه. لم تفهمي معنى الحياديه، حاضر. في سؤال ثاني؟ الاخ من الاخوه. الفرق بينهم شنو؟ الحياديه وعدم التقيس. في زي ما قلت بنسميها بالعربي زي ما قلت تداخل ما بين الاثنين. هم عرفوا الحياديه عدم التحيز، عرفوها انه عدم التمييز. عدم التمييز يعني انا قابلتي قابلتك اسمها ايه مثلا؟ ما اسم قابلتك؟ ودائي. وانت؟ الله. وانت؟ وانت قابلتك اسمها ايه؟ الله. لا بقول لكم ايه بقى؟ وانت قابلتك اسمها ايه؟ ايه؟ كانو. كانيمو. كويس. وفي ايه قابلتك وانت؟ ها؟ عربي. القبيلة قبيلة. عرب. 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 وانت؟ كرم. في ثلاث قبائل هنا. مقبول. أنا مثلا العرق بتاعي مثلا هو قال عرق معين. أو عندي ثقافة معينة. ده التحيز. ده التحيز في الفقر في المجاعات، مفيش مش في الصراعات. يبقى التحيز بيجي في المجتمعات الفقيرة. والله أنا العيلة بتاعتي أنا مثلا إيه؟ من وداني. فأنا موظف في قطر الخارجية، فكل الإغاثات حوديها لقبيلة وداني في كل مكان في تشاد. غلط. يبقى ده إيه؟ متحيز. ده التحيز. أو لديني فقط. أو لثقافتي فقط. ها؟ ده التحيز. اما الحياديه بتيجي في الصراعات. معايا اخت الصراعات او الكونفليكت. صراع صراع يعني عارف صراع ايه؟ الصراعات المسلحه. الحروب. الحروب. ساعة الحروب في فريقين مختصمين. ها؟ فإذا كان زمان ضربت مثلا في جنوب السودان. كان شمال السودان عنده حرب طويلة مع جنوب السودان. وإذا أردت إن أنا أوزع المعاناة لابد أعطيها للشماليين وأعطيها للجنوبيين في نفس الوقت. وأثناء الحرب، وعدم الحيادية إن أنا أثناء الحروب والصراعات أتعامل مع الجانبين. ولا أحلم الجانبين، أن ليس لي دخل بالمنظومة السياسية أو المنظومة العسكرية. أما في التحيز لابد في أماكن الفقر، ها؟ إن أنا لما أخش في منطقة ما ابتديش ادي اهلي وعشيرتي وقبيلتي واترك الاخرين. عرفت الفرق بين الاثنين ازاي؟ طيب ده اول سؤالين. في سؤال ثاني يا شباب؟ ها؟ نمر لبعض. طيب مؤسسات المجتمع المدني. في مؤسسات حكومية زي الوزارات اللي عندنا، في مؤسسات تجارية زي الشركات المصانع، في مؤسسات مجتمع مدني زيكم انتم محلية أو دولية. واضح؟ يعني إيه مجتمع مدني؟ اللي هو المجتمع اللي
بيديروا الانسان او سيفيل يسموه سيفيليان ولا سيتيزن ها اللي هي سيفيل سوسايتي او سيفيل سيكتور اللي بيدير المواطن الغير عسكري واخد بالك؟ لذلك هم سموه مجتمع مدني. المجتمع المدني هو المجتمع الذي يديره المواطن المدني الغير ايه؟ الغير عسكري. سيفيل سوسايتي سيفيل واخد بالك؟ في مؤسسات كبيره وكثيره يعني ما اعرفش عندكم كم جمعيه مسجله في تشاد يعني تعرفوا عدد الجمعيات المسجلين في تشاد؟ كم؟ 700 فقط؟ كل صلاة بالعكس فيها 500 أكثر من 500 يعني في آلاف الجمعيات. أنا مثلا أضرب المثل في بريطانيا في المفوضية العليا لتسجيل الجمعيات الخيرية في 168 ألف جمعية مسجلة غير الجمعيات غير الربحية ها؟ ففي هيئة كبيرة بتديرها دخل هذه الجمعيات للأهالي بتساوي 74 مليار جنيه استرتيجي. شفت قد ايه الشعب بيدي للجمعيات وقوة هذه الجمعيات على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي. زي أوكسفام وسيف ذا تشيلدرن وكان انترناشونال وبلاد انترناشونال والصليب الأحمر البريطاني إلى آخره والإغاثة الإسلامية ومسلم هاندز ومسلم إيد إلى آخره إلى آخره إلى آخره. فده المجتمع المدني اللي بيدير المواطن ودي مؤسسة المجتمع المدني اللي بيديرها المواطن الغير عسكري والغير أمني. واضح؟ دول هي بقى أنا هقولها واحدة واحدة وإيه ممكن إيه هسيب لكم الورقة دي عشان أنتوا إيه تتبعوها مرة أخرى أو تنسبوها. المجتمع المدني عملوا المؤسسات دي في كل مناحي المجتمع. مع الطفل، مع المرأة، مع البيئة، مع الحيوانات، مع الطيور، مع المرضى، مع الحرفيين، مع القانونيين، مع الحقوقيين، تعمل نقابات، تعمل اتحادات، تعمل اتفاقات إلى آخره. مصر مثلا اعتقد كان فيها وصل 50,000 جمعيه مسجله في وزاره الشؤون الاجتماعيه. 50,000 جمعيه مسجله في الشؤون الاجتماعيه. هتلاقي في فرنسا في يمكن مئات الالاف، في امريكا مئات الالاف، وكلها بتخدم ايه؟ بتخدم المجتمع، بتخدم المواطن، بتخدم الشعب. لذلك الحكومات الاوروبيه والامريكيه بتمنح صفه الاعفاء الضريبي لمن يتبرع لمثل هذه المؤسسات علشان تشجع التبرع. يعني لو انت برعت مثلا ب 1000 دولار وحطيت في الاقرار الضريبي تاكس تاكسيشن الاخ تاكس تاكس بالفرنساوي حطيت انك تبرعتي ب 5000 دولار في نهايه العام يعفى ال 5000 دولار ما تدفعش عليه الضرايب. بدل كل الشركات العالميه بتعطي منح كبيره للمؤسسات علشان تعفى من ايه؟ من الضرايب. ده في امريكا. الوطني عندهم قانون. الجنيه لو انت تبرعت بجنيه جنيه واحد الضريبه عليه 28 قرش او سنتيم يسمونه بالفرنساوي ها؟ والقلب مش عارف فده اللي هو الضريبه. فانا ممكن اطلب من الضرايب انهم يعفوني ال 28 قرش وممكن اطلب من الضرايب انهم يعطوها للمؤسسه. يبقى انا التبرع بتاعي مش جنيه، التبرع بتاعي بايه؟ 128 قرش. يعني الجنيه بتاعك يصبح عند الجمعيه جنيه زائد 28 قرش. لان انا متلازم بحقي للجمعيه.
علشان نشجع مين؟ نشجع المواطن انه يتبرع للجمعيه. وده بيساعد الحكومه. لان الحكومه عندها ميزانيه. قد تكون حكومه الميزانيه مش كافيه. ده بتكلمكم على مثلا الدخل بريطانيا من المؤسسات دي 74 مليار دولار، يعني جنيه سوري مش دولار، يعني قرابه حوالي 90 او 100 مليار جنيه 100 مليار دولار بالفرنساوي اكثر من مليار دولار. لا 90 مليار دولار. ده الدخل بتاع الجمعيات من الشعب مش من الحكومه. شفت قد ايه؟ وده بيتحول لخدمه في المجتمع. ده احنا قلنا ان دور مؤسسات المجتمع انها تخدم كل، يعني احنا مثلا كنا في جنب المكتب بتاعنا في بريطانيا في لندن كان في جمعيه محافظة على الضفادع. الضفادع ايه بالفرنسا؟ ها؟ ضيف مش تنتهي ها؟ قولوا كوكو شو هذا؟ لا فجمعية احنا ما كناش عارفين نجمع تبرعات للتدريب والتأهيل وهم جمعوا 750 ألف جنيه استرليني للضفدع. ما هي بقى فأصبح الضفدع مهم لأنها جزء من المنهج الزراعي للنقل اللي هو البولينيشن البولينيسيون التطبيع. واخد بالك؟ النحل في جمعيات محافظه على النحل لان هو برضك التطبيع اسمها ايه بالفرنسي؟ لا لا النحل النحل سوري التطبيع لا فبيحافظوا عليه. انا مثلا كنت في قصر باكنهام بالاس كان في احتفال بانشاء جمعيه جديده. باكنهام بالاس بتاع الملكه كوين اليزابيث الملكه اسمها الملكه اليزابيث. وعزموني قلت لما اروح كانت اللي بتستقبلنا الى الاميره ان برنسس ان هي بنت الملكه اليزابيث. وجي صاحب الجمعيه دي قال ايه؟ هو كان لورد من لوردات الكبار، لورد وات كان في الفرنسية يعني ايه؟ لورد. اه. ما عندهمش هم لورد. لوبي لوبي. فهو قال انا صحيت من النوم في العصر بتاعي بصيت من الشباك لقيت طائر جميل جدا 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 عجبني فحبيته لامور زي ما انا قلت قبل كده لامور نولج اند عمل ها فحب الطائر فقعد يعمل بحث انفورميشن وتحول الحب والعلم الى عمل من اكثر من الان ده بينقرض بقى ينقرض يعني ايه بالفرنساوي؟ ترمينيت فعمل جمعيه عشان يحافظ على حياه الطائر الجميل. شفت قد ايه؟ عشق وعلم وعمل. فكل فلوسه للمحافظه على بقاء هذا الطائر. فده المجتمع المدني اللي بيدور على رغبه الانسان في التبرع من اجل الحفاظ على حياه المخلوق الاخر. رغبة الإنسان في التبرع من أجل الحفاظ على حياة أو كيانات عن مخلوقات أخرى. يبقى أول مبدأ هنا هو عندنا في دور من أدوار جامعة المجتمع المدني يسعى لتحقيق المصلحة العامة، المصلحة العامة للجميع. المصلحة العامة للجميع. يؤكد على استفادة والاستثمار والتنمية في القدرات البشرية. أهم عنصر في عمل المجتمع المدني ومؤسساته هو تطوير وتأهيل وتدريب وتمكين الموارد البشرية. اللي هو انتم البشر نفسهم. نمرة ثلاثة
يسعى للحفاظ على المسار الطبيعي، يعني البيئة اللي هي كلايمت والبيئة يعني بالانجليزي النيتشر البيئة محافظة على البيئة. يعني هقول حاجة مثلا في الأسابيع اللي فاتت كان في ثلاث حرائق وبركان، حريقة في الأمازون وحريقة في أنجولا وحريقة في الكونغو الغابات. لابد العالم يقف لكي يمنع مثل هذه الحرائق، لأن هذه الغابات بتمثل مصدر للأكسجين للعالم كله. فلابد احنا ندافع عن البيئة، ندافع عن التصحر، ضد التصحر والجفاف climate change. في ايطاليا كان في اللي هو البركان اللي حصل برضه من حوالي 3 أسابيع. البركان ده بيطلع دخان، بيطلع كذا وكذا وكذا وبيلوث الجو. احنا وظيفتنا مؤسسات المجتمع المدني نحافظ على البيئه ونحافظ على المناخ ونحافظ على المخاطر الطبيعيه. يعني مثلا بحيره تشاد بتجف، صح؟ بحيره تشاد بتجف، يعني ايه بالفرنساوي؟ تجف يعني ربنا. فلابد احنا نعالج جفاف بحيره تشاد. بحيره تشاد بيعيش عليها ناس من النيجر ومن نيجيريا من الكاميرون ومن تشاد، حد ثاني 4 دول بس مش كده؟ 4. 39 مليون مستفيدين منها، 39 مليون. فلما تجف بحيرة تشاد هتأثر على المناخ، هتأثر على 39 مليون المستفيدين منها، وهتمنع الثروة الحيوانية والثروة السمكية. وده الدور الثاني، احترام كرامة الفئات، يعني كرامة ديجنيتي، اسمها ديجنيتي برضه بالفرنساوي، ديجنيتي. جنتين. لابد ادافع عن كرامة الانسان حتى احافظ على كرامة الحيوان. يعني انا كنت بتفرج مش عارف هنا ولا فين بيركبوا المعيز والخرفان على القطر الساكنة، حرام، ده تعذيب. وبعدين يعني مثلا انا شفت المنظر ده هنا، ما تزعلوش انتوا تضحك يا جدعان، تضحك هحكي لك انا. هو راكب ومعاه 4 خرفان و4 معيز، والمعيز مربوطه برجليها من قدام ومن ورا، ومره واحده حصل مشكله اتقلب العجله والمعيز مش عارفه تشتكي والمعيز مش عارفه تصوت، والمعيز بتبص له كده بتقول له حرام عليك، كان المعيز تشتكي الى الله سبحانه وتعالى سوء طريقه النقل اللي بينقلها بيها. عشان ايه؟ طب قلت له الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك قاعده جميله جدا، فاذا ذبحت فاحسن الذبح. يعني حتى لما تيجي تذبح بقره ولا خروف ولا حاجه زي كده تدلعها مش عارف ايه، ما تتعبهاش، فانت هتذبحها ورايح تذبحها وتعذبها قبل تذبحها. خدت بالك؟ كان منظر صعب جدا ان احنا نشوفه. يكون منبر او بلاتفورم عشان الادفوكيسي، الادفوكات للمظلومين كلهم ودي باقي المؤسسات الحقوقيه. انا عندي هنا اكثر من 19 نقطه. يحقق الامن والسلام للمجتمع، ده دور الادوار. بمعنى ايه؟ كيف احقق الامن والسلام للمجتمع وانا مؤسسه المجتمع وانا صغير؟ انا مثلا موجود في منطقه نائيه بعيده عن العاصمة وحصل فيه ان سرقة او قتل او حريق او ارهاب او الاخرى، فانا من وظيفتي ان انا اتعامل مع المجتمع في هذه المنطقة عشان امنع حدوث هذه الى ان تأتي الحكومة وتحل المشكلة، او ان انا اشوف مصدر هذه المشكلة واعالجها مع المحليين يحقق الامن والسلام في مثل هذه المنطقة. ليه؟ لان انا ببقى الفيرست ريسبوندر، يعني اذا حصل مشكله في اي مكان في وحده المستقبل فاول من يستجيب لهذه المشكله هم المحليين. احنا بنسميهم بالانجليزي الفيرست
ريسبوندر. ريسبوندر يعني ايه عندكم؟ اللي هو ريسبوندر ولا ريبوندر؟ الاول المستجيب. بريميرو بوندر. ريبوندر؟ ريبوندر. ريبوندر. انت قول ليه الفايلات حصل عندك؟ قبل العباده الحكومه ما تيجي من انجمينا ممكن اللوريال تاخدها يوم او يومين. كشيخ او قسيس او قراء شيخ قبيله او اول اخره اقعد مع المجتمع نستفيد مباشره عشان نحقق الامن في هذه المنطقه. سكون وغير سكون يعني الامن والسلام. المجتمع المدني ايضا ومؤسساته بيجهزها جدا. يعني هقول لك حاجه، بلد بيشتغل في قطر الخليجيه او في العمل الخيري كام سنه؟ من كام عام؟ تقريبا اربع سنوات. سبعة سنوات. وقبل كده؟ كم سنة؟ ست سنين يعني، قبل كده؟ ست سنوات قلت اربع سنوات خير ولا وقبل القدر الخليجي كنت شغال فين؟ في شركه. شركه. وانت كنت قبل القدر الخليجي شغال فين؟ طيب وانت كنت شغال بقى كم سنه؟ 10 10 10 سنوات. ها؟ طلعت في القطر بسرعه مره ثانيه. طيب وانت؟ انا اشتغلت في القطر سنه. وبعدين؟ اشتغلت في القطر. يعني شوف انت أربع سنوات، 10 سنوات، 6 سنوات، سنة إلى آخره، وأنت بقى كم سنة؟ 3 سنوات. 3 سنوات. بس في العمل المباشر فيها بكده؟ العمل المباشر. طيب. دي خبرة. الخبرة دي بتديك القدرة. القدرة دي بتسمح لك بالقيادة. إن الخبرة تيجي على معرفة. يعني بتعرف تبقى شغال مثلا بقى لك 4 سنين في مثلا الأيتام. أو في المياه، أو في الزراعة، أو مع الأرامل، أو في التعليم. فالخبرة التراكمية بتحولك إلى أنك أنت قادرة على تعليم مثل هذه الخبرة الآخرين. أنت ميزت أصبحت قائدة، يبقى المجتمع المدني نفسه بيعطي الخبرة والقدرة والقيادة لإحداث التغيير. يعني أنت مثلا بعد 10 سنين ممكن تكون وزيرة. ان شاء الله بناء على المعلومات والخبره والقدره اللي انت استفدت منها ومخالطتك للمجتمع. ها؟ فتنتقلي من انك مثلا تكوني موظفه الى رئيسه قسم الى رئيسه قطاع الى مدير جمعيه الى بعد كده وزيره. واضح؟ وانت كذلك تبقى وزير ولا رئيس وزراء الى اخره. وده بيجي منين؟ من تعلمه في مؤسسات المجتمع المدني. لذلك دور مؤسسات المجتمع المدني مهم جدا في اعداد الكوادر البشريه لقياده المجتمعات في المستقبل. واضح؟ علاقات دوليه. مؤسسات المجتمع المدني بتعمل علاقات دوليه، يعني مثلا احنا دلوقتي جت قطر الخليج، جاي العون المباشر، جت نبات الاسلاميه، جت منظمه الدعوه الاسلاميه، جت اوكسفام، جت زلزال شركه كذا. فالمؤسسات دي جت ان هو واحنا بنبني معاها علاقه زائد بنبني علاقه مع الدول بتاعتها. يعني احنا نعتبر الكوبري او البريدج ما بين المؤسسات الدوليه والمجتمع الدولي والمجتمع المحلي بتاعها. عارفين الثقافه بتاعت المجتمع الدولي؟ عارفين اللغه بتاعت المجتمع الدولي؟ عارفين التوجهات بتاعت المجتمع الدولي؟ عارفين سياسات المجتمع الدولي؟ فاحنا بننقل كل هذه الاشياء ل وطننا هنا والمؤسسات المحليه. واضح؟ تبادل خبرات، الخبرات اللي عندكم لابد تبادلها مع بعض.
يعني عندكم بدل ما تقعدوا مثلا عندكم 5000 جمعيه ولا 10000 جمعيه كذا، لابد يحدث فيه تنسيقيات بين الجمعيات دي كلها عشان تستفاد الخبرات منها من بعضها. واخدين بالكم؟ دعم، ايوه زي ما انا قلت قبل كده، دعم الاقتصاد المحلي. ازاي؟ انا مثلا مؤسسه عندي كم موظف؟ 10 موظفين. يبقى انا حققت العماله ل 10 موظفين. حققت العماله ل 20 موظف. حققت العماله ل 50 موظف. ال 50 موظف دول يبقى 50 اسره. في اطفال، زوجه والاطفال، وفي 50 قريب، في كذا، فكل موظف يساعد اقاربه ومعارفه. يبقى انا بساعد في بناء ايه؟ الاقتصاد المحلي. من خلال توظيف اسمك ايه؟ عبد الرحيم؟ ام كلثوم. بسم الله ما شاء الله. عبد الرحيم ايه؟ تغني؟ ولدي بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. ها؟ عشان كده ابوك كان بيحب ام كلثوم؟ ابدا الارقام هي خوف القائم الغد وضاره الايام ومرت الايام، مش كده بابك؟ وانت اسمك ايه؟ بكر. انت ابو بكر. علي. علي سيدنا علي يا صاحبي. ها؟ يوسف. شو اسمه؟ كل المنطقه فيها يوسف؟ امبارح كان كده يوسف ولا ايه؟ المهم فبالتالي احنا بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم دعم الاقتصاد المحلي. الاقتصاد المحلي دعمه بتعرفوا من امتى يا شباب؟ من كفاءه بناء كفاءه الفلاح. فلاح اللي هو المزارع او راعي الغنم او الحرف اللي هو بيعمل بيده. والاقتصاد معناه ايه بالنسبه لنا؟ هو قدره الفرد على الانتاج. يعني انت عملت كده اكتبوها. الاقتصاد هو قدره الفرد على الانتاج. بمعنى ايه؟ بمعنى انا موظف في الحكومه وعندي 7 ساعات اشتغل فيهم ولا 8 ساعات اشتغل فيهم، بس ايه؟ بقعد في المكتب ساعة وامشي. يبقى كل اللي انا بنتجه كل يوم هي ساعة واحدة مش 8 ساعات، ده حرام. لأن أنا عقدي مع الحكومة لمدة 8 ساعات شغالة. شرعاً حرام. مجتمعياً حرام. لأن أنا أتقاضى راتب مثلاً مليون، ها؟ مليون سيفا بيسموها ايه؟ سيفا في الشهر. لكن أدائي ما يكملش 50,000 أو 100,000، ده حرام شرعاً وحرام مجتمعياً. وده بيأثر على بناء الاقتصاد، إن أنا مش منتج في وظيفتي. أنا مش منتج. فكيف لا أنتج وأتقاضى الاقتصاد المجتمع؟ كيف لا أنتج وأبني الاقتصاد المجتمع؟ اقتصاد المجتمع هو عطاء الفرد لبناء هذا الاقتصاد. ده هو الاقتصاد بالنسبة لنا. في حاجات كتير جدا موجودة بس أنا عايز أسأله أسئلة. أنا ممكن أتوقف السؤال بعض الأسئلة إذا أردت السؤال. لأن أنا عندي كلام كتير بس أنا مش عارف كل الكلام ينسي بعضهم بعض. فأنا اتكلمنا عن إيه مؤسسة المجتمع المدني ودورها. في أي سؤال منكم؟ أي تعليق؟ أي إضافة؟ أي خبرة؟ أي شيء؟ طيب. كيف ننمي ونطور المجتمع المدني والمؤسسات؟ العناصر التي تؤثر في تطوير ونمو المجتمع المدني والمؤسسات. العناصر التي تؤثر في تطوير ونمو المجتمع المدني والمؤسسات. أول حاجة المحاسبة. مفيش شغل من غير محاسبة. لا اكونتابيلتي. صح بيسموها بالفرنسا اكونتابيلتي؟ يعني انا ما اجيش الشغل ما فيش حد عليه. يعني اخونا عبد السلام هو مسؤول عن المكتب فلابد يكون عنده القدره على محاسبه كل واحد فينا. او لو كان عندنا هيكل اداري وعندنا مدير الاداره هنا ومدير الاداره هنا ومدير الاداره هنا فهو يراجع كل مدير اداره في الاداره بتاعته. وكل مدير اداره يحاسب الموظفين بطريقه دوريه. مثلا اجتماع كل اسبوع، كل اسبوعين، كل شهر علشان يشوف الاداء. وجزء من المحاسبه
ان هو قياس الاثر. يعني انا مثلا عملت مشروع صرفت فيه مليون ولا 10 مليون ولا 100 مليون سيزون. صح؟ طيب وبعدين؟ وخدت الصور ومشيت. بعد سنه ما اثر هذا الموضوع او المشروع والمانجر على المجتمع؟ الاثر اللي هو اثر بنسميه بالانجليزي اثر يعني بالفرنساوي الاثر الاثر يعني انا زرعت ارض طلعت منها موز مثلا او طلعت منها مانجا وانتجت، هل هذا ايه هو اثره على المجتمع؟ ايه اثر انتاج الموز على المجتمع؟ لو مثلا انا عملت بئر، يعني مثلا هديك مثلا مذكور في كل حته، بدينا خزانات فوق الجبال في كشمير في باكستان. كشمير انتوا بتشوفوا كشمير دلوقتي في التلفزيون، في كشمير مع الهند مش مع باكستان. فكشمير مع باكستان بنينا فيها خزانات ميه فيها. لما رحنا كشمير في 1997 وطلعنا الجبال دي كلها لقينا مفيش خزانات ميه. قلنا ايه خزانات ميه؟ مين اللي بيجيب الميه كل يوم؟ البنات الصغيرين ينزلوا من الجبل خمس او ست مرات. فاحنا حلينا مشكله القريه اللي على الجبل وحطينا خزان فوق حطينا خزان فوق. الخزان ده لما حطيناه فوق حصل ايه؟ حصل ان هو وفر على البنت دي طلوع ونزول خمس مرات في اليوم، يعني حوالي خمس ساعات. فبعدها بدات البنت تروح تشتغل عشان تروح المدرسه عشان تتعلم. يبقى الاثر هنا زياده عدد البنات توصلي بالمشروع نفسه الى 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 مدى تاثير هذا المشروع على المجتمع المحلي وعلى الفرد نفسه في المجتمع المحلي. ده الاثر اللي بنتكلم عنه. النقطة الثانية الشفافية، العمل اللي احنا بنشتغل فيه لابد يكون شفاف ترانسبارنسي. ليه؟ لأن المال اللي في ايدنا مش مال، هو مال فقراء ومال مساكين، مش مال مال فقراء ولا مساكين. فلابد انما نتعامل مع هذه الأموال. يعني ايه شفافية؟ يعني كل شيء بيأتيني بسجله، وكل شيء بنفقه بسجله، وكل شيء بيهدر بسجله. اما اطلع التقرير المالي في نهايه السنه بيطلع في كل حاجه دي نمره واحد. الشفافيه معناها ايه؟ معناها في كيفيه التعامل مع الموظفين. انا عايز بعض الموظفين بتاع معاهم عشان اخبي بعض المعلومات عنهم، ما ينفعش. لا اخبرهم بكل شيء، ما ينفعش. ما تكونش عندي اجنده داخليه وهم مش عارفينها، ما ينفعش. بالك ده الشفافية. في حاجات كتيرة جدا ممكن نتكلم فيها، حطيتها في نقط كتيرة، زي مثلا الاعتماد على مؤسسة التمويل الخارجي. افرض مثلا القطعة الخارجية الخارجية مشيت بعد سنة ولا سنتين ولا خمس سنين. احنا هنعرف نكمل الشغل ازاي؟ يعني نفرض ان القطعة الخارجية او الاماسة الاسلامية او اي مؤسسة خلصت المهمة بتاعتها وطلبوا شاب، احنا هنعمل ايه؟ مش هنشتغل؟ مش هنحصل على دعم من المجتمع؟ مش هنعمل مشاريع تطلع لنا دعم؟ مش هنبتدي نهتم بحاجة اسمها الأوقاف؟ كل جمعية يكون عندها وقف يدير المال ويدير دخل عليها؟ احنا طول عمرنا هنعيش معتمدين على قطر الخيرية؟ ولا معتمدين على الاباك الاسلاميه ولا على الندوه ولا على كذا ولا على كذا ولا على كذا؟ دول مشوا خلاص.
احنا هنعمل ايه مع مجتمعنا؟ بل لابد ان انا احاول بقدر الامكان ان اتعلم في المؤسسات دي عشان ابني مؤسسه محليه وابتدي اطلع الدعم من داخل الدوله ومن داخل المجتمع. واهم شيء في الدعم ده في بناء الاوقاف. وانتوا عندكم نوع ممكن الاوقاف تكون في الزراعه، بسم الله ما شاء الله الارض زراعيه كتير جدا، في الثروه الحيوانيه زي ما انتوا عايزين، في اعمال الاسواق الى اخره الى اخره الى اخره. تكون هذه المؤسسات توفيها الدعم الداخلي للمؤسسه بتاعتي. المشاكل اللي بيواجهها القطاع المجتمع المدني، اول مشكله من المشاكل دي يا شباب اللي هي غياب الكوادر البشريه ذات الكفاءه. ما بدربش انا، لا ادرب العاملين، ولذلك مش لاقي حد يشتغل. مش لاقي لا اجد احد يعمل. فلا بد من البدايه في التفكير في عمل وبناء قدرات الكوادر البشريه. دي عمليه في نقص شديد جدا في الموارد البشريه. في ثقافه اخرى، ثقافه وحشه جدا، انا اللي بعمل كل شيء. يعني ثقافه اللي هي الادب الفرنساوي اللي هي ايجو ايجويست. أنانية. كمدير أو كمؤسسة. مفيش مؤسسة زي مؤسسة تانية. مفيش مدير زي أنا أحسن واحد. يبقى كل الموظفين هم اللي أنجحوا المشروع. هو يوم ماشيين كده يقول أنا اللي عملت المشروع. أنا اللي نجحت المشروع. أنا اللي رحت لفلان. طب ما أنت رحت له إزاي؟ أنت اللي كتبت المشروع؟ لا. أنت اللي فكرت في المشروع؟ لا. أنت اللي نفذت المشروع؟ لا. طب ازاي انت بتختزل دور ال 100 موظف اللي معاك؟ ده ثقافه الانجوستيك. دي الانانيه ودي مشكله كبيره جدا جدا جدا. المشكله الثالثه لما في عدم وجود مرجعيات ومحاسبات، يعني اكونتابيلتي مش موجوده. شفافيه مش موجوده. ها؟ ودي بتؤدي الى مشاكل كبيره جدا. العشوائيه في احد المشاكل اخرى العشوائيه. احنا يعني مثلا قاعدين كده دلوقتي أنا وعبد السلام، ها؟ وأنا رئيس مؤسسة الأم مثلا في بريطانيا، كلمته في التليفون عبد السلام، قال لي نعم، قلت له نفسك نعمل كذا، قلت له نعمل دراسة، عبد السلام نعمل دراسة، قال لي مفيش دراسة، أنا عندي مانع بكرة هحول لي الفلوس وأنا عايز أنت إيه تنفذ المشروع ده على طول. طب دراسة؟ مفيش دراسة. ما ينفعش، العشوائيه. عشوائيه عدم وجود خطط. عدم وجود خطط. ها؟ عشان نشتغل بناء عليها، عدم وجود معايير نشتغل عليها، عدم وجود سياسات نشتغل عليها. كل هذه الاشياء بتؤدي الى حدوث مشاكل داخل المؤسسات. المجتمع المدني هو احد هذه المؤسسات. يبقى الشعار بيقول الشفافيه، مراجعيات، محاسبيه، نفس المعايير الانسانيه اللي موجوده فيها. انا بس مين اللي بتاخد القرار؟ احنا قاعدين في غرفه دلوقتي وكل الموظفين معايا هم رؤساء الاقسام وكلهم ليهم راي وانا ليا راي اخر. لا، في بعض الموظفين هيعترضوا ويسيبوا المؤسسه، والبعض الاخر هنقعد عندنا وظيفه وعندنا يعني اسر وعايزين نساعد الاسر، حتى انهم يقعدوا. كل ما هيقولوا كده ما يحاولوا انا حاجه هيوافقوا عليا. بعد سنتين ثلاثه تبقى قافل المؤسسه. لان انا ما بحترمش الموظفين ورؤساء الاقسام اللي معايا وانا صاحب القرار الوحيد. انا الوحيد اللي هو صاحب القرار. واخد بالك؟ الامر التالي اللي هو السلطه. رئيس المؤسسة ما ينفعش يكون في مؤسسة طول عمره. يعني مثلا أخونا عبد الرحيم ما ينفعش يكون هو رئيس المؤسسة دي لمدة 20 لغاية 40 50 سنة. في فترة معينة. في فترة معينة بيأدي فيها وبعدين إيه؟ بيجي حد تاني مطلعه. وهكذا وهكذا. زي مثلا عندنا رئاس الجمهورية بيتخلص كل كام سنة؟ أربع سنين ولا خمس سنين؟ تحصل انتخابات، ممكن ينتخبوني تاني. لكن لابد تحصل انتخابات.
من الاحسن ان عبد الرحيم يروح خلاص يجي حد يطلعه. ممكن يقول مثلا والله الانتخابات عندنا زي ما هي موجوده مثلا في امريكا مرتين رئيس الجمهوريه خلاص بعد كده ما فيش. في بريطانيا مفتوح تاني بلير قعد ثلاث او اربع مرات وبس استشهر قعد ثلاث مرات تقريبا اربع مرات وهكذا. وفي ناس قعدوا مره واحده وفي ناس قعدوا ست اشهر ولا سبعه زي تريزا ماي ما كملتش دوره كامله وكاميرون ما كملتش كتير يعني. ودلوقتي في رئيس مجلس جديد ففي ممكن تقول ان تداول السلطه في مده معينه خمس سنوات او ست سنوات في مجلس الاداره لمده مره او مرتين دورتين او ثلاث دورات وخلاص بحيث ما يقعدش عبد الرحيم على راس المؤسسه 50 سنه. وانا عبد الرحيم لعدم وجود نظام دور السلطه وشفافيه الاختيار. خلط الاوراق عارفين ايه خلط الاوراق؟ خلط الاوراق تقبض في الامر ها؟ التقبض في الامر لا خلط يعني مثلا انا عامل انساني دخلني في السياسه انا عامل انساني بشتم وبعمل في منطقه فيها صراعات مسلحه مش دخلني في دعم مسلح لاي مجموعه من المجموعات. انا عامل انساني ها وقلت ان انا مش ماليش دعوه بالتبشير والتوصيل والحاجات دي كلها مش دخلني انا في حاجات في الحاجات دي كلها. فلما ننظر بمثل هذا الشيء لابد ان يكون ما اعلن عنه هو ما اقوم به. ما اعلن عنه هو ما اقوم به. عمل انساني متخصص في الاطفال في الصحه في التعليم في الزراعه في التاهيل في التدريب في حمايه المرأة في البيئه في المحافظه على الطيور الى اخره. فما اخدش المؤسسه الانسانيه كشيء اخبئ من تحتيه اشياء اخرى انا بعملها. واضح يا شباب؟ لابد ده يكون حاطط اوراق ده بيخلي رجال الامن ورجال الاستخبارات في كل مكان يشوفوا فيه ويغلقوا المؤسسه بتاعته. وده اللي حدث في بعض المؤسسات في امريكا قبل 11 سبتمبر واغلقت هذه المؤسسات لما اعلن عنها الرئيس جورج بوش في بعد 2001 وفي حوالي 21 مؤسسه اغلقها هو وفي ناس موجودين في السجن الان هم خلاص في السجون منذ هذا اليوم الى يومنا هذا. يعني مثلا كان مسؤول المندوبين بتوعنا اللي بيشتغلوا هناك يروحوا المسجد يجمعوا فلوس مثلا للشيشان ناحية الإنسانية أو للقسم ولو في جمعية أخرى جاية تجمع للشيشان برضه بس بغلاف سياسي عسكري. فكان المؤسسة دي تجمع 5000 ومؤسسة تجمع 50000 فكانوا بيشتكوا لي الموظفين معايا دول قلت لهم دول احنا ندفع 5 ودول بيجمعوا 50 نفس المبلغ. انا اقول لهم انتوا بتقولوا ايه؟ يقولوا احنا بنقول كذا 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 حاجات اللاجئ والنازح وكذا 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 كذا. طب هم بيقولوا ايه؟ يقولوا لا بيقولوا من اجل الجهاد ومن اجل كذا ومن اجل كذا. قلت لهم انتوا مش دعوه بيهم. ما زالت المؤسسه الى الان في امريكا تعمل الاغاثه الاسلاميه اما المؤسسه الثانيه اغلقت وكل رؤسائها وللاسف يعني جزء منهم في جوانتنامو وجزء منهم في منتزه. ليه؟ لان خرجت الاوراق. في صراع قبلي هنا مثلا في مجتمع معين انا ماليش دعوه بالقبيله دي او القبيله دي. بالرغم ان انا احد ابناء هذه القبيله. لو دخلت في الصراع واغلقت المؤسسه. اصبحت مؤسسه قبيله وليس مؤسسه. نرجع لمعايير الانسان. طيب دي نقطه اثنين. ان احنا ما نعملش شراكات مع بعضنا البعض. دي من المشاكل. كل واحد فينا عايز يشتغل لوحده. كل واحد فينا عايز يعمل شغل لوحده، اما فيش مؤسسه في العالم تستطيع انها تعمل وحدها في هذا المكان، في هذا الزمان. بيبدوا الشراكات دايما مع بعض، وعدم بناء الشراكات بيؤدي لانهيار المال والجهد والايه؟ كل شيء. يعني هو ضد بناء الشراكات. عدم مشاركة المرأة والمرأة والشباب في المجتمع هم يساوي حوالي 70% من المجتمع.
انا كويس. انا لقينا ايه اخت قاعده معانا النهارده في كام يوم ما لقيناش اخوات. عندكم اخوات؟ اه ما عندنا اخوات. ما عندكوش ليه يا اخوات؟ ربما سياسه الجمعيه. لا لا امك ما بتحبهاش، اختك ما بتحبهاش. المهم واخدين بالكم يا شباب، يعني انا سعيد ان انت موجوده اخت ام كلثوم. هتغنيها بعد كده. ها؟ كم موظف؟ الموظفين عندنا موظفين كلهم. بالنسبه للبنات يعني اثنتين. وواحده يعني ممكن اليوم موظفه. حسيتها. طيب والقائمة يعني مع الموظفين كم؟ خمسه؟ طب كويس، على الاقل يعني التلت. يا الحمد لله خطوه يا جماعه، وانت تفضي عشان يقولوا 50%. جبار يا ام كلثوم، ولا هجيب لك ملحق اخر؟ ملحق اخر وهو عم بتاع هو بيبي. هو ده الملحق؟ ده الاصابعي. ها؟ ده الاصابعي. الله الله عليك الاصابعي. انت وظيفتك ايه في المؤسسه؟ صور مشاريع. كل اللي هينفذوا في المدينه هتبقى وراهم مساعد. الاسر المعيه بتستحمل الارض. فلو عدم مشاركه المرأة والشباب، احنا مش بنقول كده ان احنا بنتبع مذهب معين، ده هو ده جزء من تمكين الشباب اللي بعد كده هتكون قيادات. لو وقتها هتكون ايه قيادات؟ عدم وجود قوانين ولوائح معايير وسياسات عندنا. عدم وجود المعايير والسياسات عندنا داخل المؤسسه. وبعدين عدم اتباع القوانين الحكوميه، وبعد دلوقتي في ظل محاوله الارهاب والاسلاموفوبيا في قوانين معيقه. يعني كنت بكلم امبارح مع احد الجمعيات في بنك اسلامي في بلد ما مش هقول اسمها عشان ما حدش يعرف بيتكلم عن مين، وكل الجمعيات مشاركه فيه. حصل ضغط عليه من احد الدرايف اليمينيه ان هذا البنك بيسمح للجمعيات اللي هي اغلقت حساباتها في بنوك اخرى انها تدخل حساب عنهم. طبعا اغلاق حساب اي جمعيه في اي بنك على الوقت حسب الان اصبح هو هاجس وليس حقيقي. اصبح هاجس وليس حقيقي. انت اسمك ام كلثوم، لا مش عايزين نعرف على حساب عندنا. ليه؟ لان انت اسمك مسلم، انت اسمك عربي مش عايزين، هيتعبنا. انت اسمك مؤسسه اسلاميه، يعني احنا عندنا مؤسسه اسمها المنتدى الانساني، اسمها ايه؟ المنتدى الفور. بقى لنا ثلاث اربع اشهر دلوقتي بعد ما قدمنا الاوراق مع بنك الدبلوم عشان يقبلها وهي مسجله ومش موجوده على اي قائمه او اي لسته. وكل اعضاء مجلس اداره مش على اي لسته. المشكله اللي حصلت امس واتصلوا بيا من ماليزيا ان البنك هيغلق اسمهم اللي هو مؤسسته. ليه؟ هم لا مصنفين ولا كذا ولا دي قوانين المحجبه اللي بتخلي مدير البنك، لان اصبحت المسؤوليه دلوقتي يا شباب على مدير البنك. لو حصل اي حاجه في اي تحول بعد 10 سنين هيجيبوا الشخص اللي كان مدير البنك، او الشخص اللي وافق على فتح الحساب، او الشخص اللي وافق على تحويل الاموال. لذلك اصبح الموظفين في كل مرعوبين. قانون كلها بتعيق العمل وبتعيق الحركه. عدم كل خطه مزرعيه. يا اخ عبد السلام انا عايز كل سنه انت تقعدوا مع عبد السلام تعملوا خطه. بلان. تقول والله احنا عندنا اشتغل في القطاع ده ولسه ما قررتوش. قطاعات هنشتغل فيها الصحه والتعليم والحاجات دي كلها. انا مثلا هشتغل في الصحه تعليم المشاريع اللي هي ريزيلينس مشاريع اللي هي ريزيلينس ايه تاني وهكذا المياه. ده قطاعات اللي هي المجدول.
هذه كل قطاع مشاريع قبل الدخل، التعليم، الصحه، المياه الى اخره. والله الاخت ام كلثوم قالت انا عايز اشتغل في الولايه. فين انتوا؟ الولايه، اي ولايه؟ أمشق. والله في 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 الصحه احنا عايزين نبني 5 مستوصفات. يبقى في تكليف للبناء وتكليف للتسيير وتكليف للدواء. يبقى هنا ده اصبح اكس في الصحه. طيب هنا مين هيشتغل في الميه؟ انت مش عارف ايه؟ حسب ما انت حسبتها. انت مش عارف ايه؟ الرعايه الاجتماعيه. الرعايه الاجتماعيه لونها ايه مثلا؟ الرعايه. هدفنا ان نقفل السنه دي 1000 يتيم مثلا، يبقى ده اكس 2. وانت تحب تشتغل في ايه؟ زراعه مثلا. عايزين كم هكتار؟ 500 هكتار ولا 100 هكتار ولا 50 هكتار؟ يبقى ده اكس 3. خلاص؟ وانت مش عارف تنتج عايز كم اسره؟ 1000 اسره. يبقى انت اكس 4. شفتوا؟ يبقى عندك اكس 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 1 واكس 2 و3 و4 دول بيكونوا الميزانيه بتاعت المشاريع. خلاص؟ يبقى دي نمره واحده. في ميزانيه بقى بتاعت الموظفين اللي قاعدين هنا. دي ميزانيه اكس 5. وكل ميزانيه من دول مفصله. انت تفصل لهم، ممكن نساعدك من اي مكان في العالم يعني. تفصل كيف تكتب الميزانيه؟ وكيف تراجع الميزانيه؟ الميزانيه دي يا اخ عبد الحليم بتيجي منين؟ بتيجي من القريه اللي فيها تكلفه كل شيء. مثلا هو عايز يساعد 1000 اسره بايه؟ عايز مثلا يدي كل اسره بقرتين ويديها اعلاف. يحاول يعمل طبيب بيطري. واشوف عدد الاطفال والاعلاف والطبيب البيطري والادويه الى ان تستقل الاسره دي. زائد في اي ميزانيه انت تكتب حاجه اللي هي الكونتنجنسي بلان اللي هو الايه؟ المصروفات الطوارئ. يعني الميزانيه تبقى ميزانيه كده اللي هي بتساوي اكس 1 بدل اكس 2 بدل اكس 3 بدل اكس 4 بدل اكس 5 زائد اكس 6. اكس 6 بتحط ميزانيه ليك الطوارئ. واضحين؟ ده الطوارئ. الطوارئ دي ممكن تكون داخل المؤسسه او ممكن تكون كوارث. زائد اكس 7 اكس 7 كوارث. دي مالناش دعوه بيها، دي بتيجي ايه؟ مجموعه تبرعات. يبقى انت شوف الميزانيه اتعملت ازاي؟ ده حاجه ايه بسيطه يعني، دي مش حاجه مخيفه يعني. علشان نقعد احنا نحدد الميزانيه بالطريقه دي بنحددها. فكل سنه بنقول للمؤسسه احنا عايزين منكم القطاع ده كذا، القطاع ده كذا، القطاع ده كذا، القطاع ده كذا، القطاع ده كذا. فميزانيتنا مثلا 20 مليون او 50 مليون او 100 مليون. عدم وجود ميزانيات بيؤدي لعشوائيات. عدم وجود خطط. مثلا اخ عبد السلام، ايه الخطه بتاعتنا يا اخ يوسف؟ مش يوسف لا ابو بكر وانت يوسف مش كده؟ ايه الخطه بتاعتنا السنه دي؟ هل خطتنا لمده سنه واحده؟ ولا عايزين نعمل خطه لمده 5 سنوات او 3 سنوات؟ مثلا لنفرض ان احنا عايزين نشتغل في منطقه البحيره الشرق في جفاف هناك، وعايزين نزرع 1,000,000 شجر. هل هنزرعهم في سنة واحدة؟ ولا في سنتين؟ ولا في 5؟ ولا في 10؟ يبقى أنا بحط الميزانية، والله أنا عايز أزرع 1,000,000 شجرة في خطتي في منطقة بحيرات الشاب اللي فيها جفاف دي، ودي هنفذها على مثلا 5 سنوات أو 10 سنوات. علشان أغير المناخ
منطقه محيط تشاد دي علشان نبتدي نرجع نبنى مياه محيط تشاد مره اخرى. يبقى انا حطيت خطه مده سنه وهي جزء من خطه مده 10 سنين. انا والله عايز اعمل مشروع للتعليم. مشروع النحو الامية في منطقه الامية فيها 70%، يعني الجهل فيها 70%، الاطفال ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا. فوالله عايز زي مثلا الشيخ موزه عايز 2020 يكون عدد 5 مليون طفل، 5 مليون 20 مليون طفل. حاجه زي كده. بدات الكلام من كام سنه؟ يمكن من 10 سنين تقريبا. على الاقل اتذكر من زيارتها لليمن في قبل الحرب، يعني في كان تقريبا 10 سنين. وبتتابع الموضوع ده بدعم التعليم في اماكن مختلفه. يبقى بتقول والله او غيرها ما بيل جيت عمل رؤيه لمحاربه اللي هو تطعيم الاطفال في افريقيا. وحتى قطر الخيريه مع ده مبدأ عشان تطعيم الاطفال في افريقيا. هو بس مش هيدعم. بتاخد سنين ودراسات وعمل انواع اللي هو التطعيم الى اخره. فالميزانيه بناء على خطه. يبقى احنا بنتكلم كده يا شباب عند الورقة زيادة كده مفتوحة وبيضة. يعني بنبص كده اهو، احنا عملنا هرم. الهرم اهو كده. أدي الاستراتيجية وبعدين الخطة وبعدين الميزانية وبعدين ايه المشاريع. دي الاستراتيجية. خطط مشاريع ميزانيات. ممكن تتكتب من فوق لتحت او من تحت لفوق. انا لازم يكون عندي استراتيجيه لمكتب مكتب شاب. انا عايز ايه مكتب شاب؟ والله انا هتخصص في اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللي هو الريزيلينس اللي هو المشاريع الانتاجيه بتاعتي. ده هيكون المشروع بتاعي. ان انا زي مثلا عندي مثلا في حاجه اسمها هيومانيتيريان ليدر شيب اكاديمي. دي عاملاها سيف ذا تشيلدرن. معايا ولا زي ما قلت؟ اسمع معايا. سيف ذا تشيلدرن عامله حاجه اسمها اتش ال اي. اتش ال ار. هيومانيتار ليدر شيب هيومانيتار اكاديمي. دفعت الفرنساوي ليدر شيب هيومانيتار ولا هيومانيتار ليدر شيب؟ فرنساوي يعني ايه؟ اللي هي هيومانيتيريان ليدر شيب اكاديمي. انسانيه اكاديميه القيادات الانسانيه. هيومانيتيريان ليدر شيب هيومانيتار لا مش بوليتكس ليدر شيب هيومانيتار اكاديمي هيومانيتار. لما انا قعدت مع واحد انا اعرف طبعا رئيس المؤسسه من اصل اردني هي وعاش في بريطانيا. فالاستراتيجيه ايه؟ احنا كل سنه عن طريق الويب سايت بتاعهم الانترنت نعلم نخش عليهم الفرنساوي والانجليزي الى اخره العربي نعلم حوالي 10,000. خلاص؟ ازاي؟ نعمل مشروع، نعمل خطه، ونحط ميزانيه. يبقى الاستراتيجيه الكبيره اللي فوق دي خلاص 10,000 كل سنه. ها؟ الخطه ازاي عشان نحققها؟ بتنفذ عن طريق مشاريع عايزه ميزانيه. معايا؟ معايا يا شباب؟ يعني الاستراتيجيه ده هدف بعيد. تحتيه خطط عشان تحقق الهدف. تحتيه المشاريع. تحتيه الميزانيات. ممكن نعمل الهرم كده؟ هي فين الميزانيه؟ اللي هتعمل مشاريع اللي هتحقق الخطه اللي تحقق الاستراتيجيه. كده او كده هنوصل للاستراتيجيه. بس واحنا بقى بنكتب الاستراتيجيه دي يا شباب دي مهمه جدا. دي كده لازم تحط عليها. واحنا بنعمل استراتيجيه حلال. أقول تاني وقف.
حذاري. تقول حذاري ازاي؟ وحذاري انها تكتب استراتيجيات في المكاتب الرئاسيه دون الاستشاره للمكاتب البلديه. اوعى. سامع يا عبد السلام؟ اوعى. وانت لما تجيب استراتيجيه انت مش مشاركه فيها انا ما اعرفهاش. لابد الاستراتيجيه تيجي ازاي يا شباب؟ من تحت لفوق. من تحت لفوق. اهم شيء تم في الاستراتيجيه هو استشاره اصحاب الحاجه، ستيك هولدر، اللي هو استشاره الناس اللي موجوده فين؟ في البشي. مش كده؟ البشي ولا اسمها ايه؟ أبشة دي ناحية السودان مش كده؟ عند بن دارفور. حتى اللي بن دارفور يعني. فده لازم استشيره. حذاري طبعا استرجيع من نيويورك. واحد قاعد كده بيتفرج على حبة حاجات وينزل لي حاجة كده شكلها حلو. مش هتنفذ. فلابد صاحب الحاجة يكون هو جزء من الرؤية الاستراتيجية. مش احنا كلامنا هنا الشراكة. قبل كده الشراكة اللي احنا خدناها قبل كده ان احنا عملنا الشراكة اللي بتاع الفات كيس دي، مش احنا قلنا الاثنين متساويين، المجتمع المحلي والمجتمع الدولي. فانت تيجي تقول لي هنعمل استراتيجية وتجيلك ورقة كده كتيب في استراتيجية وانت مشاركة فيها بناء على ايه؟ وبعد كده هو كل بلد وكل مدينه وكل منطقه تكون داخله في الاستراتيجيه الوطنيه. يعني مثلا عندهم ان هو عنده كم محافظه؟ 23 محافظه؟ كم محافظه اللي هو ولايه؟ 23. لو انتم بتشتغلوا 23 ولايه هتستشيروا اللي عندكم دول. بحيث انكم تضعوا استراتيجيه لتشارك. دي تكون جزء من استراتيجية المؤسسات كله. يكون جزء من استراتيجية تشارك هي الاستراتيجية العامة بتاعت المؤسسة. ممكن المؤسسات دي بتوجيهات في الأول. التوجيهات دي أنتوا تاخدوها والمكتب الرئيسي ياخدها. كل تبقى نفس التوجيهات لكل الموظفين في الإيه؟ في كل المكاتب المؤسسات العالم. نفس المعايير. نفس القياسات. نفس المبادئ. عشان لما تطلع مثلا استراتيجيه من مالي او الكاميرون او الكونغو بناء على نفس المعايير، بلاقي معيار الف اللي في تشاد هو نفسه معيار الف اللي في مالي هو نفسه معيار الف اللي في كونغو او توجا او اخره. فلما اطلع منها اطلع منها استراتيجيه كبيره بتاعت الايه؟ المؤسسه. ممكن المؤسسه تقول لك في الخمس سنوات القادمه احنا عايزين زي ما اخونا كان بيتكلم على اور ريزيلينس اللي هو الاسر. عايزين في افريقيا مثلا عندنا 10 مكاتب 15 مكتب، استراتيجيتنا ان هو اننا نمكن 10,000 اسره كل سنه. انتوا بقى في تشاد كذا وفي مالي كذا وفي النيجر كذا وفي توجو كذا وفي السودان كذا الى اخره الى اخره الى اخره. عشان تحاولوا تحققوا ال 10,000 اسره دول كل سنه. يعني بعد 10 سنين احنا كفلنا 100,000 اسره. 100,000 اسره دول اثروا في الانتاج المحلي واثروا في الاقتصاد المحلي. دي استراتيجيه. فالاستراتيجيه بتطلع من تحت لفوق. علشان اللي فوق يعرفوا اللي تحت عايزين ايه، لان الكلام الاستراتيجي الاساسي جاي من تحت. للاسف من تحت. من غيرهم احنا بنكتب السوشيال ميديا. واضحين؟ طيب. أحد المشاكل الأخرى علاقة الجمعيات بالأحزاب، علاقة الجمعيات برجال الأعمال. ساعات بيقول رجل الأعمال يعمل جمعية برئيس بوزير إلى آخره، من ناحية سياسية دي تكون الجمعية مستقلة عن كل هؤلاء الناس.
انا اعرف ان في جامعات كتير جدا في اماكن مختلفه عملها بعض رجال اعمال عشان يستفيدوا منها. واضح؟ ده مرفوض. مرفوض فكريا. اعرف ان جمعيات انها مذهبيه. احنا بس هنوظف السلفيين او الصوفيين او الشيعه او كذا او كذا او كذا او كذا او كذا، لا ما ينفعش. واخدين بالك؟ في ايه تاني يا ربي؟ عدم معرفه معاني الاسماء اللي اتكلمنا عنها في الاول رقم سبعه. احنا مش عارفينها، بنشتغل بدون ما نعرف. عدم اتفاق، عدم الانفاق. يعني انت جزء من الميزانيه لو تدريب الكوادر هنا. لابد في كل سنه نحط ميزانيه لتدريب الكوادر. يبقى ده اس 8. ها؟ لازم يكون في ميزانية تدريب الكوادر. في اس 8 اكس 8 تدريب الكوادر. دي تكون 5% 6% 7% ميزانية، لكن لازم يحصل تدريب. والا الناس اللي قاعدين هيصدوا مننا. ولازم نعرف الجديد كل شيء. على امتداد. المصاريف الاداريه. مثلا في مناطق بعيده جدا. في امطار وسيول مثلا في الحرب في جنوب السودان. حتى في اليمن بعض منطقها دلوقتي في اسخاط جوي. لما كانت تقدر تحصل الامطار تيجي في الخليف في جنوب السودان كان شيء جوي لمده 4 أشهر او 5 أشهر. كان في حرب، كان لازم يموت من الجوع. كانت تضطر مؤسسات الامم المتحده تسقط المعونات بالطيارات. توصل التكلفه 60% مصاريف اداريه 70%. ايوه ده الدكتور هيموت عشان توصل 30% بتصرف 70%. في مناطق اخرى على الجبال. عشان نحن مثلا كنا في افغانستان بعد ان هو بدايه الحرب في نوفمبر 2001 كان عندنا مكتب هناك في الجو ما قفلناهوش. عشان تطلعوا في تلج ومفيش طرق وكلها جبال افغانستان. كنا بنطلع المواد العائليه دي الغازيه على ظهر الحمير، يشيل على كل حمار يشيل شوالين مربوطين كده. كل شوال 25 كيلو. ده بيكلف. لأن لو جعلنا كل حمار ده يساوي عربة. العربة اللي تصير تطلع الجبل خاصة في إيه؟ في التلج، وإلا الناس هتموت فوق. فتبدأ مصيبة زي مختلفة. بتعدوا الأنهار. تعدوا البحار، بلد. في فيضانات. نشتري مراكب. فما فيش حاجه انت يقول لك المصيف ده مش موجود او اديك حاجه او ما يجيش متبرع عندي يقول لك ايه انا هديك بس تكلفه طرد غذائي. طب انا هوصل طرد غذائي ده من هنا لهنا ازاي؟ فلازم احسبها وانت تحسبها بالظبط. ومش حرام انك تقول المصيف ده 1% ولا 5% ولا 10%. ان مش كل منطقه زي الثانيه. كل مشروع ليه مصاريف اداريه مختلفه. وتحسب في المصاريف الاداريه يا اخ عبد السلام يحسب وقت كل موظف فيكم في انت بتاع الفلوس اللي خدت ده بتاع عشان انا شارد على عبد السلام بس انت هات لي فلوس تقعد معاك يا اخويا على عبد السلام على عبد السلام بس فين حقك هات لي قاعد بعيد عني ده سيبنا مع عبد السلام بس قال لي بقى مع عبد السلام شويه لازم تحسب لي المشروع ده هيتنفذ ازاي وتحط فيه تكلفه المكتب بتاع الجميل تكلفه المتابعه تكلفه ايه؟ انت قاعد بتتابع مين اللي بيتابع المكتب اللي هو موجود في البشي؟ ها؟ اسمه ايه؟ البشي ولا ها؟ اسمه ايه؟ البشي اقول والله مش عارف مين اخو ده بتاع علي ها؟ علي علي
بيفرغ لمثل هذا المشروع يتحط تكلفه المشروع. زائد المصير الاداريه الموظفين اللي موجودين فين؟ موجودين في المنطقه هناك. الموظفين اللي هناك دول يعتبروا جزء من المشروع، يعني تكتب المشروع بتاع مثلا البقر او الحاجه دي اللي هو في اربع موظفين بيديروا المشروع ده، دول جزء من ايه؟ المشروع مش مصير اداريه. جزء محتاج عربيه عشان تنقل الناس من هنا، جزء من المشروع. لكن انت كمان تحسب مصاريف الشخص اللي بيتابع المشروع ده في المنطقه دي. معايا؟ خليك جنبي يعني بتاع فلوس. معلش يا عبد السلام، انت القيمه التشغيليه. ها؟ القيمه التشغيليه. ما تفصيل القيمه التشغيليه دي مهمه جدا. بالك؟ خطبنا. انا بس خطبنا مثلا مين بيسمع الكلام اللي هتقوله؟ افرض انت مثلا عندك صفحه في الفيسبوك. واخونا عبد الرحيم عنده صفحه في الفيسبوك. واخونا ابو بكر عنده صفحه في الفيسبوك. واخونا علي عنده صفحه في الفيسبوك. واخونا يوسف. انت يوسف مصري. جميل. انت النسوان كان بيحبوك. طب بالك؟ فالمهم فالسياسه المؤسسه السلام ان هو مسؤول عن اللي بيكتبه عشان ده هيضر المؤسسه. لان الذي يريد ان يضر المؤسسه قد يكون الموظف نفسه. انزل صوره فيها سلاح، فيها دبابات، فيها هجوم على دوله معينه، فيها هجوم على شخصيه معينه، انا دلوقتي اصبحت انا موظف عند جمعيه انسانيه. يعني مثلا انا اضرب مثلا المثل ده ان الام بتاعها فرض على كل موظف يحصل الكلام ده عرفته كل منطقه منطقه، لكن في مصر ساعتها كان في ثوره اسمها ثوره الربيع العربي، كان في ظهرات كل يوم. نزلوا تعليم على كل موظف عدم المشاركه في المظاهرات وعدم التعليم على الصفحات الخاصه بتاعتهم التواصل الاجتماعي على اي درجه سياسه في البلد، والا جزاكم الله خير مش عارف. بالتالي انت هنا يكون انت بتطلب المكتب الرئيسي يحط السياسه للاعلام. يعني انت مش انت طالما انت شغال عندي تلتزمي بمعايير الانسانيه. اللي هي اللي انا بشتم ده ان العالم دلوقتي كله صراعات. وكله اراء وكله ثلاث ارباع الاراء دي اراء سيئه. فانا قد اخذ موقف ويكون في حق. لكن انا وظيفتي ليست سياسيه. وظيفتي ليست حزبيه. اللي هو الايه؟ انا ما بتكلم كرئيس مؤسسه مثلا. كل الناس اللي في الخارج بيسمعوا يعني مثلا مجرد انا حطيت المحاضره اللي انا بعملها دي على الفيسبوك الناس كلها بتشوفها. لو انا قلت كلمه فيها نار الناس كلها ايه؟ صنفك بالطريقه دي او بالطريقه دي او بالطريقه دي. فانا مسؤول عما يفهمه الناس خطا عني. اقول لك تاني بالعربي انا مسؤول عن ما يفهمه الناس خطا عني لان رسالتي ليست واضحه. واضحين يا شباب؟ الترشيح احنا اتكلمنا عنه قبل كده. علاقتنا بالعالم الافتراضي احنا اتكلمنا عنه. ماذا بعد؟ بس ده انا بتكلم فيه بالنسبه للمشاكل والانجازات اللي احنا بنتكلم فيها. فساعة كام دلوقتي؟ الا هو الا هو بعد دلوقتي هنترك الربع ساعه او الثلث ساعه دول ولا اكثر، ما عنديش مشكله. اخونا يمشي الساعه 10 صايم. ها؟ عشان صايم. اه صايم. اه مش عايزين نتعب. لا يا عم صلى على النبي. انا سوق صلى. ايوه هديك انت عشان بس ردنا على النقطه دي صلي على النبي. زيد النبي صلى. اللهم صل وسلم. طيب احنا عشان نبني انا دلوقتي مسؤول حاجه اسمها مؤسسه اسمها المنتدى الانساني. المنتدى الانساني احنا بدأناه بعد اللي هو حرب الدول المشتركه بعد الهجمات بتاعت 11 سبتمبر في امريكا. فكان في هناك مشاكل على كل المؤسسات الاسلاميه عشان اللي يقنوها بالانسان. فقلنا لازم نعمل حاجه، فبدات نعمل فكره او اننا نعمل مؤتمر كبير لدولي في مصر للدفاع عن المؤسسات الاسلاميه وعدم القناه بالارهاب. واتفقنا مع الامم المتحده الى اخره. وبعد المؤتمر ما نجحش. ليه؟ لان جه في يناير 2005
الرئيس بيل كلينتون بعد ما انهى الرئاسه بتاعته اصبح هو السفير الدعايه الحسنه للامم المتحده في قضيه السونامي. فكان ما عندي على بريطانيا، كنت انا جزء احد اعضاء مجلس اداره حاجه اسمها دي اي سي في بريطانيا، اللي هي دي ار سي اللي هي لجنه الطوارئ الدوليه البريطانيه. فقعدنا معاه ساعه او ساعتين من 11 او 12 شخصيه هناك، وهم قالوا لي تتكلم عن تضييق العمل الاسلامي وربط قرن البلد. فكلمتني وقلت له على المؤتمر اللي عايزين نعمله. قال لي اسمع يا هاني اللفظ بتاعه ده كده، قال لي ما تعملش مؤتمر كبير، اعمل لقاءات صغيره مع المؤثرين في مناطق معينه عشان تاخد منهم ايه المخرجات. فتحول المؤتمر الى 14 مؤتمر. حبينا بقى نعمل اول مؤتمر في بريطانيا في سنه 2005 اللي هو كانت عدد ايه من 2004. عشان بس ارجع للنقطه بتاعتك انت بتاعت الصيام دي، واخد بالك؟ فكان اول مؤتمر عملناه 29 30 يونيو او مايو ولا يونيو؟ ما يونيو 2005 29 30 يونيو 2005 عملنا مؤتمر كبير، جزء منه كان يوم للمسلمين ويوم للمسلمين غير المسلمين. المهم يعني كان ناجح كده، وسمينا المؤتمر ده اللي هو اسمه فورم هيومانيتير فور هيومانيتير. في احد الدول حبت ترعى او تستضيف هذه الوجهه عندها، فاتصلنا فيها بعد كده، هو قالت لا انتوا بس شغالين على الخليج عشان عايزين تحويل الاموال وحاجات كده، واحنا كنا فاكرين كلكم شغالين على ايه؟ على العالم. كان الكلام ده امتى؟ في يوليو او اغسطس. وبدأوا هم الدولة تعمل مبادرة زي اللي احنا بنعملها بالظبط. كان لهم ايه في التنافس غير ما يقولوا. المهم احنا بقى أول لفة أو أول سفرة عملناها كانت إحدى الأخ عبد السلام في آخر 10 أيام من رمضان. في 2005 مش عارف كان في أكتوبر، أو أكتوبر. آخر 10 أيام. ده عملنا فيه ايه؟ بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، النهارده عاشورة بالذات يعني. نسيت أقول النهارده عاشورة يعني. هحكي لكم عاشورة يعني ايه عاشورة بعد كده. بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أول ورشة عمل عملناها كانت في دمشق. الثانية كانت في اليمن. الثالثة كانت في أندونيسيا. الرابعة كانت في أنقرة في تركيا. وما بينهم كان لنا بعض اللقاءات في الاردن وفي الدوحه عندهم في مصر. في اخر 10 ايام من رمضان كنا احنا شاب صغير اسمه اسماعيل ولد، واحنا الاثنين ما كسرناش الفطار مع ان كان عندنا رخصه كسر الفطار مع وقت فرق التوقيت والسفر، يعني مثلا سوريا دمشق صنعاء دمشق، لا دمشق وعمان، عمان صنعاء الدوحه جاكرتا انقره بريطانيا، وعلي بن في بريطانيا مع اولاده. والاخ اسماعيل حمسني ان انا ايه ما اكسرش ولا يوم من ايام السنه، ونجح الخمس ايه او الاربع ايه ورش عملها عملها في الشهر ايه. بالعكس الصيام بيديك طاقه. دي نمره واحد. انا كنت كنت عايز اقول لكم ايه اللي قلت عاشوره. احنا اليوم عاشوره صح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما راح المدينه لقى انصار بيحتفلوا بعاشوره. فقال لهم ايه اليوم ده؟ تعيده تعيده اللي بتعملوه ده؟ قالوا والله ده اليوم اللي ربنا نجى فيه مين؟ سيدنا موسى عليه السلام. قال نحن اولى بموسى عليه السلام. قالوا يعني ايه؟ قالوا بس تصوموا اما يوم قبل او يوم بعد. علشان ايه؟ يقول لك تميز المسلمين. زي انت من حقك تربي اللحيه بتاعتك.
لكن تجعل تختلف عن الليحة الأخرى عشان تتميز في وسط الجريحة ده. خد بالك؟ مش تبقى اللحية سايبة كده وشنبك نازل الشعر في الشوربة ودقنك بتبقى الشوربة نازلة في بطنك وحاجة حاجة غريبة كده يعني. فلا قال له حف الشارب وهزمه اللحى صح؟ اه رب ثاني عايز رب ثاني انت؟ ها لكن حفهم عشان ايه؟ وبعدين الشعر ده في جراثيم. تخيل بقى لو شعر دقنك وشعر شنبك دخل في الشوربه ودخل في بق مراتك هتلاقي الجراثيم اللي في دقنك اللي بين لبق مراتك صح ولا غلط؟ ها؟ وهكذا. فالرسول عليه الصلاه والسلام هزمنا بالتالي. فقال صوموا 9 و10 او 10 و11. واللي يصوم يوم عاشوراء ربنا يغفر له سنه كامله ذنوب. وكأن شو كأن سبحانه ان الله سبحانه وتعالى يقدر نهايه العام الهجري في عرفه وفي الحج صح؟ اللي هو بتتحج والفجر ولا معاش والشفع والوتر ولا الياس. العشر ايام دول هم اعظم ايام العباده من العشر ايام دول. ويوم عرفه صيام يوم عرفه بسنتين صيام يوم بيغفر الذنوب سنتين للي ما بيحجش. والحج نفسه اللي بيعمله اللي بيحج ربنا ياخد حقه بايه؟ بيمحو كل الذنوب اللي ساعته. يعني اخر عام هجري ربنا بيدينا ايه؟ منحه ابديه. وفي اول عام هجري ربنا ايه بيدينا ايه؟ منحه اخرى اللي هي صوم يوم ايه؟ يوم 10 اشهر الحرم. ها؟ الاشهر الحرم. اه الاشهر الحرم. تمام؟ فرق الاشهر في الاشهر محرم شعبان. اه. دول الاشهر الحرم غير اللي هو الايه؟ يوم 10. وبعدين بعد رمضان اللي فين الاكل؟ ها؟ ربنا بيديك كمان 6 ايام وبيت. اللي انت لو صمتيهم بعد رمضان كانك شفت ايه؟ الدهر. شفت بقى ربنا بيحبك ازاي؟ شفت ربنا بيحبك ازاي يا عبد الرحيم؟ شفت يا يوسف بنتك؟ مش بس النساء كانوا بيحبوك، ربنا برضه بيحبك. فده بالنسبه لايه؟ انا بس عايز انكم تسالوا علشان نقضي الوقت ده عشان يكون عايز يمشي عشان عنده ميعاد وانا منتظر هذا منتظر الناس اللي جايه. ف ايه الاسئله اللي عندكم؟ ايه التعليقات اللي عندكم؟ الى اخره الى اخره. اتفضل يا اخ عبد الرحيم. طيب لا يا اخت اتفضل. الفرق بين الخطه والاستراتيجيه. طيب الخطه هي ما تحقق الاستراتيجيه. يعني زي ما انا قلت لك ايه؟ احنا دلوقتي عايزين نعمل نوفر السكن او يعني ايه نوفر سكن في خلال 10 سنين لمليون شخص. دي الهدف. عندنا خطه عشريه استراتيجيه لتوفير السكن. مجرد ان انا قلت كده حاولنا نادر ما الخطه لكي نحقق هذا الهدف الاستراتيجي. الخطه والله ان انا عايز ان انا ابني مثلا 100,000 وحده سكنيه. دي الخطه. كيفيه البناء واخد بالك؟ اماكن البناء، الاراضي، المهندسين، كذا 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 اللي هو مده البناء دي كلها من الخطه. خلاص؟ يبقى انا الاصل انا عايز ايه؟ اوفر سكن لمليون او 10 مليون. الخطه بتاعتنا هنعمل كل المسارات دي كلها عشان نوصل للهدف الاستراتيجي ده بتاعنا الاستراتيجي. ازاي؟ بالخطه دي نحطها بقى كمشاريع. والله انا عايز اجيب ارض صالحه للبناء، انا عايز اجيب مهندسين، انا عايز اجيب مواد بناء، انا عايز اجيب كذا وكذا، كل الحاجات دي كلها بتتحط في الخطه. بالك؟ حقق ده كله ازاي؟ بالميزانيه. يبقى الهدف الكبير ل 10 سنين ان انا اسكن مليون. الخطه عشان تسكن مليون ل 10 سنين، الميزانيه عشان تحقق الخطه. اللي حقق الاستراتيجيه. واضحه؟ واضحه عليكم يا شباب؟ اتفضلوا. لا بتاع حسابات.
اخونا السؤال بالنسبه للمنظمات الانسانيه هدفها مساعده المستضعفين او الكفاله للايتام بصفه عامه فعندنا اليتيم لما يبلغ عمره 18 سنه لا يعتبر يتيم وهنا هذه المنظمه تكتب من السن السادسه حتى السن الثامن عشر ثم بعد ذلك ترفع عنه الكفاله وفي هذه الحاله اليتيم قد يكون ليس له من ينفعه ويصبح ممكن يصبح مشاغلا للمره الثانيه وهنا الهدف من كفالة اليتيم من سن الثالثة حتى الثامنة عشر ثم نتركوها بقى من سن الثامنة. هذا إذا تتكلم على سن كفالة اليتيم. في منظمات من سن 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 ست سنين ل 18 سنة المهم بعد كده تتركهم. ممكن يرجع إيه؟ متشرد مرة أخرى. أولاً هكلمنا الموضوع ده قبل كان معانا في الدورة في اسمه كده. الإسلامية. لا في عندك كنت في العرض الباشا كلمة كفالة معناها ان انا اكفي اليتيم زي ايه بنتي بالظبط يعني انت مثلا انا متجوز وعندي بنتين ده سيدنا زكريا عليه السلام كفلها زكريا يبقى اليتيم اللي هيكفله الشخص زي هو سيدنا زكريا لما بيكفي مريم كلف 100 دولار 200 دولار 500 دولار في الشهر ده الكفالة ده كلمة لكن ممكن حاجه اسمها مساعده اليتيم اغلب الجامعات العربيه الرسميه بتعمل مساعده اليتيم وليس كفاله اليتيم ان 40 يورو كفى كم كفاله اليتيم عندكم؟ لا انت اللي اعطيته اليتيم كام؟ 35 5000 يعني 35 ده مش كفاله دي مساعده انتوا الاغاثه الاسلاميه كل الناس لان كفاله معناها ان انا بعامل اليتيم زي بنتي بالظبط قد يكون في تشاد مش هتكون 200 300 دولار هتكون 100 دولار لليتيم بس تبقى كفاله كامله دي نمره واحد بالنسبه للبلد اليتيم يكفل منذ ان يتوفى ابوه مش من 6 سنوات يعني مثلا والله انا ابويا مات وانا عندي سنه هستنى خمس سنين يبقى ده خطا في التفكير في توجه الجمعيه دي نمره واحد المراه كانت حامل وجوزها مات فأصبحت أرملة وهي حامل. وأنا عندي مشروع لكفالة الأرملة. كفالة اليتيم مجرد يخرج اليتيم الطفل من بطن أمه يبقى يتيم. يبقى نكفله من الولادة. في استشكال في تفسير سن الكفالة. في ناس كانت بتقول البلوغ. في ناس كانت بتقول 16 سنة. ناس كانت بتقول 18 سنة. وناس بيقولوا إلى أن يستطيع قادرا أو تستطيع قادرة على الكسر. إن استطاع اليتيم فيما بعد قادر على الكسر فتنقطع الكفالة. في أيتام عاديين كملوا الدراسة بتاعتهم الجامعية. في أيتام مش عايزين يتعلموا. عايزين يخرجوا يتعلموا صنعة. بنات أو شباب في بنات اتجوزوا. فاصبح جزهم معين ليهم. كل هذه الاشياء يا اخ علي تتحط لان حصل في جمعيه من الجمعيات بدون ذكر اسماء ان في اليمن كانوا بيسيبوا سن الكفاله 16 سنه. بالظبط زي ما انت قلت كده. بعد كده هيتشرد اي حد ايه؟ يلتقط. فجت احد السفارات شافت اسماء بعض الايتام اللي كان المفروض باسم هذه الجمعيه منتمين لمين؟ للقاعده. وراح على مكتب الرئيس بتاعهم ادوهم الاسماء دول ايتامكم ليه؟ لانهم تركوهم في سن 16 سنه. حتى لو تركوهم في سن 18 سنه هتجي لهم حاجه ثانيه ياخدوها. فلذلك انا في رايي الشخصي وانا لست فقيه شرعي لكن فقيه اجتماعي اقول لك إن الكفالة تنتهي بقدرة اليتيم على الكسر. سواء كان بعد الدراسة الجامعية أو الدراسة اللي تأهله على الكسر ويكسب فعلا أو الدراسة المهنية مش عايز يدرس. في يتيم عنده 14 سنة 15 سنة ولا لا أنا عايز أنزل أشتغل في السوق. في شباب كده أو أطفال وزي أو
محدد بسن 16 او 18 ده معنى الكلام. والا هنترك هؤلاء الاطفال يلتقطهم المرضعات او المخدرات او التطرف او الارهاب. دي ده بالنسبه لايه؟ لسن الكفايه. الانحراف. الانحراف. ده بالنسبه للطفل. اتفضل انت بقى السؤال بتاعك. انا مش عايش انك تكلمني. وانت يا ام مكسوف. وانت يا عبد الحليم. ها؟ في سؤال واحد. واحد بس؟ اذا انت بتاع حسابات. اذا عملنا مثلا دراسه كده. التلفزيون معاه. او دراسه مسكينه. ايوه. الفاتكس عجبتك الفاتكس دي الفاتكس
advocacy, knowledge, innovation, اخر سؤال منك انت. نعم. في مؤخرا كل ما بعد اكاديميه
أكاديمية في لندن. نعم أكاديمية في لندن. فأولا تعرف عن نفسك وكيفية يعني استفادة من الأول انتماءك مثلا وإقرار الروحي واستفادة من المعلومات. طيب هو في مثلا في اثنين أكاديمية. واحدة بتاعت شيفتر اسمها ماتيريال ليدرشيب أكاديمي في عندك اسمها دلوقتي أنت بتصنع في الإنترنت. والثانية بتاعت اسمها اللي هي هذا اتش ماتيريال أكاديمي فور ديفلوبمنت. هي ماتيريال ليدرشيب أكاديمي دي عملتها سيلتر شيفتر موجودة في بريطانيا والانتماء ليها سهل جدا عن طريق الإنترنت. تخش تسجل نفسك تاخد الكورسات وتقعد تنزل حاجات عند الجامعة هتكتب لك اسمها بعد كده. التانية بتاعت عايزة اسمها بتدرب اسمها ماتيريال أكاديمي فور ديفلوبمنت. ودي بيدربوا الموظفين والعاملين. لو كنت تتفق مع اخونا احمد لو حب يجيب بعض دورات او حاجه زي كده يجيكم هنا وهو ما تكفل بيها يبقى كويس جدا. هكتب لك انا اسماء دلوقتي. طيب في اي سؤال اخر؟ قبل ما نمشي تعال عشان تختم بقى. تعال اختم بقى عشان تطلع في الصوره. مفيش بعدين بعدين. جزاكم الله خير دكتور وفيك على ما قدمت ونشكر كل الاخوة على الدورة اللي دورة كان مع عمر بس ليش؟ ها؟ المعينة الإسلامية هو دور مؤسسة المجتمع نعم جزاكم الله خير يعني استغربت تقريبا خمس ساعتين على الحضور في هذه الدورة فالمشاركة يعني جزاكم الله خير على المشاركة ونسأل الله بكم التوفيق. شكرا شكرا.